راديو نيل. يعني برضو خليني اعرف انت بتعمل ايه دلوقتي، يعني انت هل انت يعني خلاص انت مقرر انت هتكمل في الانشاد، ويعني انت مع فرقة دلوقتي ولا انت اللي عامل بند لنفسك ولا بتعمل ايه دلوقتي؟ انا حاليا يعني كونت فرقة خاصة بيا، وابتديت ان انا يعني اول حلو ده اول حفلة ليا كانت اخر السنة اللي فاتت شهر 12، كانت في الزمالك في جاليري حيفا، ولسه يعني مخلص حفلة برضو في شهر 2. وحاليا يعني بشتغل بعمل ألحان جديدة وبحضر تراكات، يعني حاجات يعني حاجات صوفية سماعية أكتر. يعني هتسمعنا منها حاجة جاهزة ولا لسه؟ لا لا لسه بتستوي. يعني الحاجات ديت لسه بحضرها، حابب ان انا يعني اطلع بلون مختلف شوية. حلو. طيب يعني هل انت برضو فاكر الشغل اللي عملته في مسلسل الفتوة، سواء التتر او الاغاني اللي كانت جوه؟ انا حابة اسمع منها حاجة بصراحة. يعني هو شادي كان يعني حطني في المقدمة بتاعت التتر في البداية، فكنت انا بقول مثلا ايه، يا وبعد كده التتر بقى بيخش مزيكا. طب ايه اكتر اغنية من اللي جوه المسلسل نفسه كانت قريبة ليك؟ هو انا عملت ابتهال جوه موال شادي، ساعتها جي قال لي المشهد ده انا عايزك تتفرج عليه وتقول لي انسب حاجة لي في اللي بيحصل، يعني مشهد انعام سلوسة وهي بتموت ام ياسر جلال. فقلت اول ما اطلع الابتهال بتاع الشيخ مصر الدين طبار اللي هو رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. لا نسمعها، لا نسمعها. ربا خلصت من الهوى